السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اختبار الطالب عبد الرحمن ياسر عبد الله بحلقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تاريخ الثلاثاء 24 من شهر شعبان 1442 من الهجرة. السؤال الأول: يا عبد الرحمن، اقرأ من قول الله تعالى: وفي موسى أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتقون. لعلكم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم ترحمون. لا خطأ. لعلكم تشكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم، اقرأ. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتقون. لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. أعد: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حسبك، أحسن الله إليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله، ممتاز، تبارك الله. طيب، السؤال الثاني: يا عبد الرحمن، اقرأ من بداية سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى.
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا عملت مادة يا عبد الرحمن، فكان أعد. كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أتمارونه على ما يرى، ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ما زاغ البصر وما طغى، طب أعد، لقد عندها رآني جنة المأوى. أعد بارك الله فيك. عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، عند سدرة حسبك بارك الله فيك، الكبرى. حسبك يا عبد الرحمن بارك الله فيك. طيب السؤال الثالث في جزء الذاريات، اقرأ من قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، لا ومن دونهما لا لا يا جنتان عبد الرحمن، بارك فبأي فيك آلاء. يا عبد الرحمن، تقرأها صح في البداية: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان. طيب أعد من أول: ولمن خاف. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيها فاكهة ونخل لا ورمان، يا عبد الرحمن، فبأي فيهما آلاء عينان ربكما تكذبان. تجريان. فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء لا لسه الإحسان لسه لسه. إلا الإحسان؟ طيب حسبك يا عبد الرحمن، السؤال الأول في جزء المجادلة، اقرأ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا إن الله، إن عليم الله الحكيم، خبير. إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين لا لا يا عبد آمنوا، الرحمن، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الخاسرون. هم لا يكون الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أحسن الله إليك يا عبد الرحمن. طيب، سؤال جزء الملك، اقرأ من قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فالله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب لا تذر على الأرض من قال خطر، نوح إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. حسبك. السؤال مما الأخير في جزء عامة، اقرأ سورة البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أحسن الله إليك، بارك الله فيك، ممتاز عبد الرحمن. شوف، ملاحظات بسيطة يعني في التلاوة. أول شيء، إتمام الغنة والمد. المد مثلا في كلمة السماء تطول فيها يعني 4 حركات، ماشي. كلمة له ما في السماوات، إذا قلت مثلا لهما هكذا أنت اختلست المد، يعني أعطيت المد أقل من حقه. له ما في السماوات بخلاف له ما في السماوات. طيب، مثلا في أول الحاقة، في أول كلمة الصاعقة، حرف الصاد، حرف الصاد يا عبد الرحمن بارك الله فيك، الصا بخلاف السا. طيب، هذه الملاحظات يا عبد الرحمن. اتمام الغنم، اتمام الندود، مراعاة الحروف المفخخة والمرققة. طيب يا عبد الرحمن، بارك الله فيك، سأخبرك إن شاء الله بالدرجة إن شاء الله رب العالمين. أنت ما شاء الله درجتك فوق 90 ما شاء الله، ممتاز يعني. طيب،
موعدنا إن شاء الله غدا تواصل، تبدأ إن شاء الله في جزء الأحقاف. طيب، القاف والحجرات والفتح ومحمد والأحقاف، خمس سور هم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. بارك الله فيك عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.